اوه يا اساتير حبايبي الكرام، شو هي ويلي ويلي الامبور المطور يا معلم. الليل داخل البركان داخل معلم وتدين دراجون. اوه والله البلوس وات وات وال شو 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 هذه يا جماعة الخير؟ امبور جديد مطور؟ ويلي 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 سلاح مطور جديد يا ستير. What is this ladies and gentlemen؟ حبايبي الكرام جبتكم اليوم مقطع تاني اليوم شباب. طبعا قبل ما نبلش هذا المقطع حبايبنا عم ننزلكم، راح نبلش ننزلكم العاب مشتكلة ومتغيرة معلم. ننزلكم مقطع من شوي اوكي، اللي ما شاهدوا معلم بعد شو تخلصوا المقطع روحوا شوفوه شباب. بلشنا نلعب لعبة جديدة ارك، كثير منكم طلب مني هذا الشيء. لايك شباب اللي عم يشاهد هذه اللحظة الان، حط لكم رابط المقطع من شوي، نزلت لكم من شوي، بتخلصوا هذا المقطع من هون بعدين بتروحوا بتشاهدوا معلم ارك اوكي، لانه حبيب والله بلوس اوكي. ليديز اند جنتلمان خير ركز معلم هذا الام 4 اللي دور دراجون الناري. طبعا اكيد شفتوا، اكيد قاعدين عم تشوفوا معلم السمات اللي هي امامنا حبايبي الكرام. عن ضرر زوج واحد سرعه حلو بلوس تمام، اوضاع تمام هيك يا شباب اوكي. الان نحن ندخل، راح ندخل نشوف كل شيء كل شيء كل شيء. شوف كل شيء، لا اضروا لكم طول لكم شباب، طلب طول 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 لكم. قبل كل شيء راح نعمل هيك، راح نجيبه نعمل له هيك، نعمل تاكيد نجيبه اوكي، نعمل له اول لفه شباب، نلف نجيبه وش طب طول بالكم. نعمل رجعه تدخين هون شباب، مش ما بين اوه هذا الشيء حبيت اشوفه اوكي. عندنا هون المظهر الجديد، مظهر جديد شباب اوكي. عندنا السمات هون معلين، طبعا السمات دائما بتكون بالاسلحه مطوره من واحد لاربعه، لازم تفك السمات، لكن راح طوله ليفل اربعه اوكي. باللون ستروكس ما كيف هذا الليفل واحد، ليفل اثنين معلم اخصال او بابا بابا. شوف 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 شو معلم، شوف الكيل مسج، شوف الكيل مسج شباب، شوف الكيل مسج معلم. ناري 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 باللوز ول 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 ول. اوكي اوكي اوكي، هذا السمات عنده معلم بتفك السمات هي سرعه تحميل اي عادي معلم، يعمل ريلود عادي مش مهمه. عندنا هون معلم ليفل ثلاثه مظهره الجديد، يتغير المظهر، مظهر جديد باللوز. ليفل اربعه شباب اللي هو معلم تفك تأثير ضرب هيك بسرعه اللاعب. عندنا هون السمات بتصير اللي موجوده ليفل اربعه اهم يعني، بس طور ليفل اربعه معلم كل شيء موجود اهم شيء يعني. طلقات ما طلقات. عندنا ليفل خمسه يا جماعه، اوه تأثير قتل، تأثير قتل معلم. اوه لو 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 شوف دراجون، اوه قول لي على الضرب السلاح هيك معلم. ول 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 ول. عندنا ليفل سته معلم اوه بلش ليفل سته يصير نار يا جدك، بلش الليفل سته هون معلم. عن هون المظهر الجديد، وعندنا تطلع النقاط الضرر الاضافي على جدار الجلو، يعني الميزه تبعته الخاصه يعني بضرب على جدار الجلو اقوى. حلو بس ولكن شباب اللحظه الاسطوريه هي الرقصه، يا لطيف يا لطيف يا لطيف عليك يا برد اللي. والله شباب رقصه نار صراحه بلوس. شوف شوف برر دراجون، طلع دراجون مع نايس. وهذا الليفل السبعة ستة بيكون سبعة هيك بيكون شكله اوكي اوكي شباب. نحن شباب رح نحاول نشوف اوكي، ما رح نسبة جو شباب. طبعا ما رح نطوره نحن ماكس بهذا المقطع، شفنا اهم شيء تبعه معلم رح نجربه هو توصل ليفل اربعة وفوق تمام، بس اذا بسبب مننا معلم رح نطوره ماكس بالمس ولا يهمك اوكي. نعمل اول ضربة لفة شباب لعيونكم يا ساتير بالقوة بسم الله ليتس جو. اوه بس هون بس هون في حقيبات ولوت بوكس جديد نشوفهم، قول بالكم هون حقيبة جديدة تاعته. ول 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 شو هالنار يا ستار دراجون يا لطيف. ول 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 اللي بلوس حلو. عندنا هنا اللوت بوكس تمام، يلا نضرب كمان لفش كمان بلوس. ايوه يا معلم ما طلعت اللف الثاني معلم، نشوف الحظ كيف راح يكون. ايوه يا برو اوه الحقيبه حلو، عملها حسنا. اوه لازم نعملها تزويد بعد شوي، تذكرونا هلا لازم نعمل تزويد اوكي. نجي لهون تمام تمام التمام توكن حلو حلو. هدمة البركانية ام 4، هدمة البركانية معلم، هدمة البركانية يا سلام عليك. اوه ليه جبنا هيك جبنا، اوه طلعنا توكن، طلع لي توكن حلو، احنا صندوق امن علينا نجيبهم يعني جبنا كل شيء يعني اوكي. صندوق غنم تمام، ان شاء الله يطلع لنا معلم، ان شاء الله يطلع لنا اخر لفه ان شاء الله بطلع. لم تطلع معنا يا جماعه، ونلف اللفه الاخيره ونجيبه معلم على السريع معلم على السريع على السريع على السريع اوكي. ناخذ هدول ناخذ هدول شباب ناخذ هدول اوكي، معنا 5600 جوهره شباب، نحاول نطوره ليفل اربعه اوكي. هدفنا نطوره ليفل اربعه يا شباب ونجربه ونشوف وضعه كيف اوكي. الام 4 تعمل تزويد، تعمل عرض من هون تمام. هيك اول شيء ضبطنا الام 4، بنروح نجيب الحقيبه شباب، حقيبه الام 4 الام 4 وين يا جماعه؟
وين وين حقيبة الام 4؟ هي 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 دي. واللوت بوكس تبعها تمام التمام باللوز. اوكي والان حبايبنا لازم تدخلوا معنا. شفتوا فيون فيون شحن مسبق. اوكي او مرافق جديد هذا باللوز. ول 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 مرافق. خلنا بشوف هذا مرافق شباب هذا بيحصل. اوكي هذا مرافق شباب سهل. اوكي مرافق خفيف لطيف عندك عم يكتب لك هون. شو عم يكتب لك؟ احصل على اش بايدي عندما يسقط احد زملائك في فريق فريق من قبل العدو. حلو 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 حلو. هذا خفيف لطيف رح نشوفه من بعد. شو من احداث معلم هون؟ هذول احداث معروفه. اوكي تمام اوه شو هذا؟ ثواني يا معلم هون في هون في حدث. هون عندنا حدث يا جماعه. طبعا اوكي لازم نجيبه. طب شو ناخذ الرخصه؟ الرخصه هي يا جماعه اللوز الرخصة تمام التمام. جبنا الرخصة تمام التمام. حلو اي رخصة. الان يا جماعة الان عن وقت الجد. عن وقت الجد يا اخوان. الصناديق اول 50 جوهرية جدك. ويلي 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 معناها السفر اوروبي مع اوه شوية ثلج. شوية ثلج يا شباب. شوف لنا الثلج يا جماعة. هلي والله شوية ثلج يا جدك. حلوة يا معلم كاميرا. ثلج كاميرا يا حبيبي. اوه نايس نايس نايس. اوكي شباب نشتري الصناديق الاسطوريه. نشتري معلم اول شيء نشتري هيك يعني نشوف التخفيضات معلم من تكتك الوضع. المهم معلم 10 11 صندوق طول بالك. اوكي نعمل تخفيض على معلم يعني نقص 100 جوهره معلم كلها على كل 100 صندوق. يا جدك ترى غاليات يا معلم. يلا افتح. اوه عشرات باللوز. حلو اوكي نايس. اوه بطايره مينات يا اخوان. حلو نايس باللوز باللوز. اوكي والله بيطلع لي يعني عدد حلو يا جماعه. نايس عشرات قول لي اربعه. الله عليك يا معلم. نايس نايس. ثواني شوي شوف التخفيض معلم اللي بعده كم عندنا تخفيضات. عندي بس هي عندي بس هي جدك معلم. انا ما عندي تخفيضات هون يا جماعه. خلينا ناخذ هيك نشتري ب 10 ب 10 معلم. ناخذ الوضع. اوكي اعتقد هلا صار عندي كثير. نشوف معلم كم نقدر نطور السلاح هذا. امبورت فلوس. اها تيتين يا جدك. اوكي هين نطول ليفل 2. هدفنا شباب رجع بقول نطول ليفل 4 عشان نجرب السمات تبعتهم. نجرب يعني اموره المهمه كثير. طوروا هون يعني فهمتوا علي شنو؟ ليفل 5 و6 شباب ما راح نستفاد منه. بدنا شباب شو نشوف وضعه ونشوف الاوضاع شلون. اوكي يطولون ليفل 4 يا جماعه باللوز. قول لي نايس. هي ليفل 4 هي اهم شيء يا جماعه. طول بالك. اوكي حبايب من المقهى بقي شوي معلم ليفل 5 طول ليفل 5 معلم عشان نشوف الجمال الاسطوري. اوكي تيجي لهون نجي لهون نجي تاخير لانه هو شباب هو الهدف تبع يعني لازم الليفل المهم اللي هو الليفل 4 يعني بتفتح كل شيء كل شيء مفتوح. اوكي اوه والله بيعطونا توكن حلو يعني ها تمام باللوز. هات نشوف كم باقي لنا. هل معلم طول ليفل 5؟ اعتقد ليفل 5 بتكون حلو تمام التمام. اوه اوكي هين نطول ليفل 5 معلم عشان نشوف الوضع شلون راح يكون. ولا رح ندخل نجربه يا جماعه نشوف الوضع شلون يا اخوان. قولي تاثير وما تاثير. خلاص ليفل 5 اعتقد هو باللوز. طبعا هي الرخصه يا جماعه تمام والله رخصه تمام تمام يا اخوان اللوز. اسمع الكريم الاحمر يا زلمه صاير نار. اوكي شباب ندخل على التدريب وندرب هذا المعلم هالسكين ونشوف الوضع شلون. عجبني ترى معلم هو سلاح وسلاح مطور معلم على جنب بس ولكن نشوف نجرب الوضع تبعه شلون. اوكي طبعا هون يا جماعه بتعرفوا الام 4 33 اوكي تمام تمام راح نخليك معلم. اوكي اسمعوا اجيب ام 4 ثاني ام 4 ثاني. اوكي واشتري قطع هون. اشتري قطع يا جماعه من قطع اي قطع. هنجرب معلم كل واحد وقطعه تبعته فهمتوا علي شلون. جرب يعني هيك ونوضع شلون راح تكون القطع تاعته. وين رحت انا؟ ايوه بدون قطع يا جماعه شلون الوضع؟ اوه بيبي انا بربر وانا بلعب بالكره. بربر بي اوه الكيل مسج. اصبر شوي اعطيكم الكيل مسج يا جماعه. ليه؟ وين؟ نار يا جدع نار. كيف يا معلم شو عم يصير هون؟ اوكي اول مره اعمل هيك وطور طور ليفل واحد. طور ليفل واحد هون. طول بالكم يا جماعه طول بالكم يا جدك معلم. بدي اجرب بدي اجرب ابو سيدك. في واحد قاعد عم بضرب معلم وما. اوكي يلا ها اي ليفل والله طورت ليفل واحد يا جدك. ليفل واحد نعطيه يا جدك طور ولو اطلب رقاقه من وده معلم. اوكي ليفل 2 معلم خلينا نقول ليفل 2. وين 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 وين
شوف معنى ما عم بسرع سمايا زلمة. واحد اخذها بسرع سمايا زلمة. او بلا اطول ليفل 3 الان. اول بالك معلم اطول ليفل 3 طبط. يا زلمة هذا في الصوت مزعج يا جدا. 30 يدرك والله سريع. ويلي شفت الكل مساج كيف؟ والله يخرب بيت ستك. شفت الكل مساج شفت الكل مساج الشباب كيف ما احلى؟ الكل مساج الكل مساج ولا ما تطول اللاعب؟ طيب شو السرعة يا زلمة وينه هذا؟ وينه وينه هذا؟ وينه؟ إذا بدي أروح أشقه شق هذا. وينه هذا؟ والله عمال بيضرب في السلاح هذا يا زلمة الصراحة. والله نار نار. هذا صرعني هذا صرعني معلم هذا صرعني وصرعني كثير يا جماعة. صرعني كثير مو شوي. اوكي حبيبي كم الله يسعد ياكم. هيك بكون انتهى مقطعنا اليوم يا اساطير. اعطونا رايكم بهذا السلاح. اوكي صراحة يعني كل يعني الايبك تبعه كايبك كل هذا الشيء يعني باللوز صراحة. بس يعني هل يا ترى حيكون هذا السلاح واحد يعني حيختلف عن سلاح الانفور في انفور شباب ثاني تبع في تبع الانفورات الحاضنات في انفور اللي هو وين 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 هذاك وين 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 كان وين جيبوا لي اياه. اسمع شوي نعمل هيك. اوكي اين هو؟ اين هو الانفور هذا معلم؟ كان فيه هون انفور يا جماعه كمان باللوز مع احد الانفورات الحلوه. هذا فيه معلم واحد ضربت نس هذا فيه سرعه غير. So ladies and gentlemen اعطونا لكم بالتعليقات لا تنسوا شباب تشاهدوا المقطع نزلت لكم اياه من شوي على اليوتيوب لعبتنا ارك. اوكي بتمنى كل وصول الشباب دعمكم بهذا المقطع تمام. So نشوفكم على خير نلتقي بعد شوي باللايف ستريم. يومكم سعيد والسلام عليكم.